بنت البلد وبنت العمل تنتقل جينا كدني كابل باك نروح نكودين بدهن المرة الناصحة اللي وجهها اليوم بدهم شلا مسلسة كابل باك ويطلعوا جيني اليوم بدوروا على مسلوعات صلاة النبي الوجع عليها مثل القمر ما تأخذ اللي من أول المليات وأخرت الحطبات يقولوا اللي تحطب حزمتها لا تأخذ من الملايات ما تأخذ إلا أول الملايات إلا أول الملايات وآخر الحطبات وآخذ الحطابات سمعتوا المثال إذا تتجوز خذ أول الملايات النشيطة القوية وآخذ الحطابات حملها ثقيل حملها ثقيل هاي اللي ينكدن هيت اللي بده لا بك يعني روحن ينكدن هاي شوف إنها روحن ينكدن يشوف إنها زي ما كلتك الحجة حلمية مزيونة مش مزيونة ولا مزيوني ولا مجنونة خلاص وتعطيها حبة لوز خذ تشوف اسنانها وتفرع لازم تشوف شعراتها ويشوف انها بنت البلد ما بتنتكد اما اللي بك يروح غريب كابل بدهم الناس على وجهها مربوط يبقى يستنى هو تكون توصف له كلها اي اما كيف مزيونة تقول له تطلع كردة تطلع كردة الله لا تنتهي عجل من الصبح يبكى بسم الله الرحمن الرحيم هو بكى كمل زمان زي اليوم يا حج حلمي انت الثانية بكى اكل شغلي لما تجوزت انت ودوش على صالونات لا بكى في صالونات لا 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 انا بدل نلبس الدار بدل الصمد احنا خيطنا بدل مش العظم هذول المربع جردي بس قبل بكين هن اشلم منا احنا اللي نروح نجولسنا والله شو اشلم قلت لي اللبس تبعتهن بكى كليل هيك يعملوا يعملوا مكليل هيك بكى فستان العرس ابيض ولا عادي بدل صمد عادي بدل بلوزه مخيطه وتيجي قرابات هي مشيطنها نلبس عنا ونلبس ما شاء الله ونحط زي قليل على روسنا ما شاء الله لا بك حوم لا ولا موت ولا أيوة كان الشحر الليل نهار مشحرة أيوة وحياتك إنه اللي جاب لي البضاعة من الكويت ما خلى شيء باكي كات الحال وباكي انت يا حج حلمي انت الثانية شو مخلي لها مكياجات جابها من الكويت ما خلى حد المناكير اللي بيغير باكاش هذا اللي بحطونه على الرمش باكاش هسا انت دولت على على شحيل يا زلمة باكا بس يتشحل وتشحل باكا يحطوا هذا المسكارة هذا مسكارة المسكارة تبع باكا بس مسكارة لا بس شحل لا والله على شحل مع الحمرة والبوطة كل شيء حمرة ما اختلفنا حمرة وبوطة واللي بغير المناكير من الله تحت بالخوص على وجه الواحد منهم تحط اغير المناكير يعرك انك في شوارع شوارع بتقولك في الخوصه تحطي وجهها من الجلخه وجهها تسكت تسكت تسكت